فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل صحيح أنه يجوز للإنسان أن يشرب الماء اليسير في صلاة النافلة؟ فعله ابن الزبير رضي الله عنه، بعض العلماء يقول لا بأس إذا احتاج إليه في النافلة، لفعل ابن الزبير رضي الله عنه، لأن يعني ابن الزبير رضي الله عنه كان يطيل القيام، ما أنتم طيلنا القيام مثل ابن الزبير. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.